نرحب بحضراتكم مرة تانية. وطبعا موجة البرد، الحمد لله البرد القارس دي عدت. الموجة دي للأسف باينة ان هي خلتنا نبرد، خلتنا ناكل كتير جدا، نقبل على الأكل بشكل كبير قوي، وبالتالي كتير مننا زاد وزنه نتيجة العادات الغذائية الغير صحيحة. البعض بدأ انه يدور على أنظمة للرجيم من الأنظمة الكتير بقى اللي بقت موجودة، إن كان على الإنترنت أو اللي معروفة سلفا. وللأسف في منها طبعا أنظمة بتشكل خطورة. خلينا نتكلم أكتر عن هذا الموضوع مع دكتور مروان سالم، استشاري التغذية العلاجية. صباح الخير يا دكتور، وأهلا بيك معنا. صباح الخير يا مصر. صباح النور عليك يا جمانة. صباح النور عليك. صباح الخير. صباح النور. الحقيقة أنه في معلومة الأسطورة بتقول أنه أنه الشتاء المفروض أنه جسم الإنسان بيحرق أكتر، ولكن احنا بنتغلب على الاسطوره دي بالاكل. يعني احنا بناكل كتير جدا في الشتاء وبنقول الجسم اصلا ما بيحرقش في الشتاء ولازم ناكل عشان نتدفى. عايز اعرف بقى من حضرتك ايه الاخطاء اللي دايما بنعملها عشان الوزن يزيد بهذا الشكل في الشتاء بالرغم من ان الجسم بيحرق اكتر في الشتاء. هو طبعا احنا النهارده هننسف الاسطوره دي. يعني معدل الحرق في الشتاء ما بيزيدش بالطريقه اللي احنا يعني متخيلينها، يعني اللي هو الفرق السعرات الكبير ده هم يعني ما يقرب من 500 سعر حراري اللي هيفرق الصيف عن الشتاء. فده اللي هم يعني دول في وجبه خلاص الموضوع انتهى يعني. فطبعا في ناس في الشتاء خرجت طبعا من الموجه دي، ابداوا بقى يعني بداوا يدوروا على مثلا حاجه زي اتكنز، نظام دايت زي كيتو دايت، زي ساوث بيتش، زي نظام الميه اللي هي طول اليوم، الصيام المتقطع، اللقيمات، حاجات كتيره جدا جدا منتشره زي ما ذكرت على الانترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن دي طبعا ليها كل حاجه ليها خطورتها، مفيش حاجه يعني لحد دلوقتي مثبته علميا منهم، ولكن هي تجارب اشخاص، والاشخاص دي وجدوا بالتجربه ان هم بيخسوا. ولكن طبعا على يعني كل سنه بيتعمل عليها ابحاث، كل سنه بيتثبت عليها مخاطر. وليكن مثلا يعني هناخد مثال مثلا الكيتو دايت. الكيتو دايت عشان الساده المشاهدين يكونوا عارفينه معناه ايه، ان انا بستبدل الجلوكوز اللي موجود او السكر اللي هو مصدر الطاقه او الكربوهيدرات يعني النشويات، بستبدله بالدهون. يعني كل الاكل هيبقى دهون، ولكن دهون هنقول ان هي بعضها صحيه والبعض الاخر طبعا مش صحيه، ولكن الاكل كله هيعتبر كله دهون. طيب مريض الكبد الدهني ينفع معاه الكيتو دايت؟ ما ينفعش معاه الكيتو دايت. مريض اللي عنده تجلطات في الدم او تصلب في الشرايين هينفع معاه الكيتو دايت؟ مش هينفع معاه الكيتو دايت. مريض الضغط المرتفع، مريض اللي عنده كوليسترول عالي او دهون ثلاثيه عاليه، كل ده هينفع معاه؟ مش هينفع معاه نهائي. طيب الكيتو دايت لو انا عملته من النفس كده بدون اشراف طبي وبدون اي حاجه ممكن اصل الى ايه؟ قد يصل الموضوع الى جلطات في الساق، وده زي ما شفنا في الفتره الاخيره بيبقى شاب وعمل كيتو دايت وفي الاخر عنده دي في تي او ما يسمى بجلطه في عميقه في يعني الساق بتاعته. فطبعا دي طبعا مشكله كبيره جدا، لازم كل حاجه نبدا ان احنا. طب هو بيستبدل السكريات والنشويات بدهون، يعني ايه شكل الدهون اللي بيستخدمها؟ يعني ممكن مثلا هيستخدم طبعا زيت الزيتون، هيستخدم زيت جوز الهند، هيستخدم الزيوت اللي هي. بس دي حضرتك في حلقه قبل كده كنت معانا وقلت لنا الزيوت دي ماشي عظيمه. ماشي دي كويسه. انا ما عنديش اي مشكله، بس انت هتفاجئ في الغداء ان ممكن ياكل طرب مثلا، هتفاجئ في الغداء ان ممكن. لا ده مش عايز يخس، ده كده عايز يهرج اللي ياكل طرب. يعني فعلا بيستبدلوا يعني الوجبات بتاعتهم تبقى مليانه بوجبات فيها دهن كتير جدا، دهون كلها، لان هو بيستبدل مصدر الطاقه كله. بيخش في حاله اسمها كيتوزيس، بيطلع كيتون بوديز او الاجسام اللي هي الكيتونيه عشان يعني نسهل على الساده المشاهدين. دي طبعا دي اللي هي مصدر، بتبقى مصدر من مصادر الطاقه بدلا من. بس هو ينفع حد عايز يخس ياكل طرب؟ هيخس وللاسف هيخس وهيخس كميات كبيره، ولكن لابد ان هو يكون تحت اشراف طبي. يعني في نسب معينه بتتعمل، 80% دهون، 15% مثلا كربوهيدرات، 5% كذا. فلازم يعني ده يكون تحت اشراف طبي، لازم تحاليل
اسبوعيه تتعمل نشوف الكوليسترول طلع الكوليسترول نزل الوضع شكله عامل ايه، ولكن منه لنفسه كده ما ينفعش بتاتا. طيب خطر. عشان نسهلها على المشاهدين يا دكتور، والناس دلوقتي قاعده بورقه وقلم مستنيه تعرف انسب نظام دايت، ولو عشان برضو نكون واقعيين مش كلنا عنده ثقافه انه يروح لدكتور تغذيه، انسب نظام دايت ما يؤثرش على الجسم سلبا والناس فعلا تقدر تخس بشكل معقول. والجانب الاخر من السؤال بقى، هل في ادويه تساعد في ده ولا كل الادويه ما ينفعش نستخدمها؟ طيب احنا عندنا اول حاجه النظام اللي هو اي حد ممكن يعمله، اي حد ممكن يعمل حميه غذائيه بدون اي اشراف طبي، اللي هي المتوازنه، حميه طبيه متوازنه، ما استخدمش اي انواع من الانواع اللي انا ذكرتها. في ناس جمانه بتقعد طول النهار تشرب ميه فقط لا غير، او تاكل نوع معين من الفاكهه. بعض المشاهير بيطلعوا يروجوا لحاجه زي كده، هو مش عارف ان هو ممكن يعني يأذي مريض ضغط، يأذي مريض سكر، يأذي مريض قلب، يأذي اي مريض من المرضى دول بان هو شاف الممثل الفلاني حابب ان هو يعمل كده، فبالتالي طبعا بيقلده او بيعمل زيه، فطبعا ده طبعا يعني كارثه بكل المقاييس. ولكن احنا بنقول النظام المتوازن هو افضل شيء على الاطلاق، نقلل السعرات الحرارية اللي هي بنسميها الكالوري إن، أو اللي هي المدخلات بتاعتنا نقللها، بالتالي طبعا هيحصل عجز في السعرات الحرارية وهيبدأ الجسم ينزل تدريجيا. أنا أوصل لمرحلة هي بنسميها مرحلة اللي هي البلاتو أو الثبات، خلاص ما فيش اي مشكله، بنكمل زي ما احنا، ما فيش ياس، ما فيش اي مشكله لمده شهر شهرين، وبيبدا الجسم تاني في الانهيار ويبدا طبعا ينزل تاني، ما عندناش اي مشكله. ده افضل انواع الحميات اللي هي النظام المتوازن، يكون في كربوهيدرات في النظام، يكون في نسبه بروتين، يكون في نسبه دهون، ولكن ما اعتمدش على حاجه واسيب الاثنين الباقيين. يعني ما اعتمدش على الدهون زي الكيتو، يعني اكل كل حاجه بكميات بسيطه، كل حاجه بكميات في مواعيد برضو يعني منتظمه او مواعيد معقوله، مش قبل ما انام. بصي الساعه 8 مساء او 9 مساء ده ميعاد الفصل خلاص، ايا كان انا هنام امتى بقى. اللي عايز يبدا فعلا حميه غذائيه او عنده مشكله صحيه، يعني عندنا مثلا ارتجاع المريء، مثلا ارتجاع المريء كل المرضى اللي وقفوا الساعه 8 بدون اكل رموا العلاج وابتدوا ان هم خلاص ارتجاع المريء ده ما ولا حسوا بيه نهائي. ليه؟ كان بيعمل ايه قبل كده؟ يفضل ياكل 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 الساعه 12 1 2 3 يخش ينام، يحصل حاجه طبيعيه، هيحصل طبعا ارتجاع طبعا في المريء. و بس لو هو وقف اكل قبل النوم مثلا بساعتين ثلاثه، حد هينام زي ما حضرتك قلت الساعه 2 الصبح مثلا، مثلا وقف اكل الساعه 11 قبل ما ينام ثلاث ساعات، يعني بنقول ساعتين ثلاث ساعات ما فيش مشكله، الامور هتبقى كويسه. ولكن يعني الاغلب نوقف الساعه 9 بحيث ان احنا ايه، يعني هو مش هيسهر عن 2 3 يعني. فبالتالي يعني يبدا ان يعني المعده تاخد وضعها في الهضم، يبدا الاسيد يطلع، يبدا البوابات اللي هي في بدايه المريء تاخد راحتها. ليه؟ لان بيحصل ارتخاء في الصمامات اللي هي بتاعه المريء، اللي هي الوصله اللي ما بين المريء والمعده. في صمامين، الصمامين دول لو اتفتحوا عكس الاتجاه، وده طبعا من المشروبات الغازيه، من السجاير، من التدخين، من الحاجات دي كلها، بيبدا ان هو يتجشأ فيفتح الصمامات دي العكس، يطلع الهواء فيفتح الصمامات دي العكس، مرة على مرة على مرة على مرة البوابات أو الصمامات دي اللي احنا بنشوفها دي طبعا بيحصل فيها ارتخاء، والأسد اللي موجود في المعدة أو الحمض اللي موجود في المعدة يبدأ ان هو يطلع في الفم بالليل، وطبعا بنلاقي عيانين كتير دلوقتي بالوضع ده. فده يعني زي ما حتى الآن زي ما حضرتك قلت، ناكل كل اللي احنا عايزينه بكميات قليلة، وبلاش ناكل قبل ما ننام، تنظيم الاكل، تنظيم الوجبات. الادويه بقى خاصه انه مؤخرا كمان بقينا لسه، مش عارفه انت سمعت الموضوع ده ولا لا، نظام حقن الانسولين او السكر. هي حقن شبيهه، يعني هي الماده الفعاله بتاعتها حاجه اسمها الليراجلوتيد، دي بتشتغل على هرمون الشبع اللي موجود في اللي هو بيفرز من المعده، ولكن دي لازم تتاخد تحت اشراف طبي. احنا بنشوف الجروبات دلوقتي، جروبات معموله للحقنه دي، ودي كارثه للاسف الشديد، وكل واحد وللاسف دي في الاخر لو الجرعه مش مظبوطه هتؤدي الى بنكرياتايتس. بتشتغل على المعده ولا بتشتغل على مركز الافراز في المخ؟ لا، بتشتغل على المعده،
تقلل لا مالهاش دعوه بالستاتيك سنتر. يب مش هرمون. لا مش هرمون، هي حاجه اسمها جي ال بي 1. يعني طبعا الساده مش يعني عايزين نسهلها لهم. حاجه بتقلل يعني بتقلل افراز، بتشتغل على هرمون الشبع، يعني بتخلي الواحد شبعان خلاص حتى لو معدته فاضيه، وتقلل يعني الاكل اللي خارج من المعده، بدل ما يخرج بسرعه لا ممكن يقعد فتره في المعده فياخد وقت فتره، فبالتالي طبعا يحس الانسان بالشبع. ولكن لو الجرعات زي ما بقول لحضراتكم اتخذت غلط ممكن طبعا يؤدي الى التهاب في البنكرياس، يؤدي الى مشاكل كبيره جدا، الثايرويد او الغده الدرقيه اذا ما كانش معمول عليها تشيك اب ومعروف الفانكشن بتاعتها شكلها عامل ازاي والتحاليل بتاعتها شكلها عامل ازاي، طبعا تؤدي طبعا لمشاكل كبيره جدا، وناس عانت من المواضيع دي في الفتره الاخرانيه. ولكن الادويه بشكل عام هي لا تمثل الا 5% من حجم الموضوع ككل في النزول في الوزن. طيب في ناس تقول انا عشان عايز اخس بسرعه انا هوقف الكربوهيدرات وهوقف الحاجات المقليه والدهون وهاكل مشوي وخضار وفاكهه. هو ده غالبا اللي انت بتتكلم فيه، ده اتكنز. اتكنز بيعتمد يقول لك كل لحوم زي ما انت عاوز، شويه خضار بسيط في الموضوع وكل لحوم زي ما انت عايز. بص الـ يعني الحميات دي احنا بنتنقل فيها، الناس ما بتبقاش عارفه اتكنز، هي تقول انا اللي بيتخن هو الكربوهيدرات، المكرونه والرز والحاجات المقليه، مش هاكل مكرونه ولا رز ولا حاجات مقليه ويوقف. ما هو وما فيش سكر وملح، ما هو منه لنفسه كده في البيت، هو يعني شغال لحوم خلاص. عنده يوريك اسيد، اليوريك اسيد عمال يعلى خلاص، اليوريك اسيد عمال يعلى، عمل كريستالات، الكريستالات دي تروح تترسب في الكلى، تترسب في الصوابع، تترسب في القدم، وهو مش حاسس باي حاجه من الحاجات دي. هو فاكر ان هو بياكل بروتين، فالبروتين ده حاجه شيء يعني كويس وخلاص. بس ده بيحصل مباشره ولا على المدى الطويل؟ يعني طبعا لو مريض جاوت او مريض عنده يوريك اسيد عالي او نقرس، على طول ممكن بعد شهر يشوف الموضوع ده، بعد شهر على طول يشوف الوضع ده. فبالتالي كل حاجه لازم زي ما قلنا النظام المتوازن افضل شيء على الاطلاق، النظام المتوازن اللي هو ولا لحوم ولا دهون ولا كربوهيدرات، في ميكس ما بين الثلاثه، وهو ده اللي بتبقى الوجبه اللي هي الرئيسيه اللي موجوده. هو الدايت اللي اهالينا واهاليهم كانوا بيعملوه طول عمرهم. فيش جديد. طيب صحيح بقى برضه لحضرتك انه في وصفات بتبقى موجوده على الانترنت، ان كانت وصفات لمشروبات بتزود الحرق، الحرق، او حتى في بعض الاكلات في اختراعات كده برضو بتزود الحرق. نلاقي بقى على الانستجرام المشروب السحري لازاله الدهون البطن، خلي مش عارف بطنك في فين، ما اعرفش ايه. فطبعا ده طبعا عشان طبعا يعني هذا الشخص يلم عدد فولورز كبير او متابعين كبير، فبيدي عنوان يعني ايه يشد، يعني بيلعب على هذا الوتر الحساس. يعني طبعا ما فيش اي مشروبات للاسف سحريه في الوضع الحالي، كل اللي بنقوله فيه مشروبات يعني الى حد ما بتساعد على الحرق، على الحرق حاجه يعني، حاجات برضو لا تذكر يعني. يعني ما شفناش حد شرب قرفة وزنجبيل أو جنزبيل المدة الطويلة دي وخس يعني. فطبعا لا، ده كله طبعا يعتبر أوهام محطوطة، ولكن طبعا إحنا عادي بنشرب المشروبات بتاعتنا اليومية، ما عندناش أي مشكلة مع الحمية الغذائية، ما فيهاش أي مشكلة. ولكن برضو عشان الناس تبقى عارفة ده كله أوهام، مشروبات الحارقة، الحارق المش عارف ايه كذا، كل ده طبعا لا اساس له من الصحة يعني. طب مشروبات الديتوكس؟ مشروبات الديتوكس ممتازة، ان انا باخد الفايدة طبعا بتاعت الفاكهة اللي عندي، باخدها ناتشورال، باخدها بدون اي حاجة، وطبعا ولكن لابد الفاكهة دي تكون مغسولة غسيل كويس جدا، عشان في الاخر الديتوكس ما يتحولش ان انا باخد حشرية، لأن طبعا الفاكهة دي مرشوشة بالمبيدات، وأنا بسيبها مدة طويلة طبعا في المية، فبتاخد وناس بتحط بقشره يعني بتحط الفاكهة بقشرها، فطبعا لا لازم قشر؟ يعني الفاكهة اللي هتتعمل ديتوكس في بعض الفواكه في فايدة كبيرة في قشرها، تفاح لا مثلا. في حاجات في
في حاجات يعني انا متفق معاك ان طبعا فيها الفايده، ولكن مثلا هيجيب مثلا الليمون هيحطه بقشره، الليمون بقشره، طب ما انت الليمون ده غسلته كويس واتاكدت ده منه؟ انا باكل قشر الليمون، طبعا ده مفيد بقرقش طبعا، قشر الليمون هو ده. على فكره يقول لي برتقال، غسيل برتقال يضربوه طبعا في الخلاط طبعا مع الليمون، ده افضل يعني استخدام ليه، انا ما انا مش معترض على ده، ولكن اغسل الحاجه دي كويس، لان الحاجه دي هتقعد في الميه مثلا 12 ساعه او هتتنقع، فبتنزل بقى كل العصاره اللي فيها من يعني مبيدات. المشروبات دي مفيدة فعلا، انا ما عنديش اي مشكله ولكن فيها، اذا غسلنا دي الفاكهة او مفيده. الخضار اللي موجود في المياه كويس. عظيم جدا جدا. دكتور مروان سالم، استشاري التغذيه العلاجيه، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معانا، شرفتنا ونورتنا. ربنا يخليك، صباح الخير عليك. صباح صباح الخير يا الخير. فندم.